عدنا اعزائي المشاهدين بعد ما شفنا هذا التقرير، واهلا بكم من جديد. معلش طبعا زي المهندس تامر بره بيقول لي يا استاذ احمد هات لنا حاجه مره تفرحنا، وانت على طول كده بتجيب لنا نكد نكد. مش هو المجتمع يا جماعه اللي فيه للاسف شديد حاله انعدام السلوك الاخلاقي اللي بنعيشها؟ وكنا يمكن بنتكلم مع ضيوفنا قبل ما نطلع على الهواء مباشره ونلتقي بيهم. خلينا نرحب بهم طبعا المستشار المعروف المستشار محمد سليم البرلماني السابق والمحامي بالنقد. اهلا بك يا مستشار. اهلا بك يا وابن فندم. اسوان، ويمكن يا جماعه انا بشكره على الهواء مباشره، هو اول حد يعني بدا بزمام مبادره الصلح، وكان هناك الحقيقه صور وكنا بنشوفها وبنتابعها في الصحف ووسائل الاعلام المختلفه. كان مع محافظ سوهاج وكان مع الوفد قبائل العربيه اللي نزلوا طبعا للصلح ما بين العائلتين في اسوان. بشكرك طبعا ان انت وفيت بوعدك في اللي قلته في البرنامج، واشكرك ايضا ان انت يمكن رغم وقتك ضيق وقتك يعني كنت معانا النهارده على الهواء. يعني بشكرك، مشكور اشكرك هذه من مشكور. القناة اللي مشهود لها بالكفاءة في ربنا ظل يخليك وجود فندم، سيادتك. يعني ربنا يخليك فندم. برحب ايضا بالمستشار مؤمن العقيلي المستشار القانوني والمحامي بالنقد. اهلا بك معانا أهلا المستشار بك يا أستاذ، ومنور. يا مرحبا. قبل ما نتحدث طبعا مع المستشار محمد سليم لانه هيكلمنا طبعا في واقعه هنبلغها للمشاهدين دلوقتي، قلنا الاول رؤيتك ايه في التقرير وحاله انعدام السلوك اللي احنا بنشوفها دلوقتي؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. هو التقرير اللي عرضته حضرتك النهارده ما يختلفش كتير عن تقارير المؤثرة للجرائم اللي حضرتك بتجيبها وبتعرضها. واضح جدا المتهم حسب ما فهمت من التقرير في نيته الغدر بجوز اخته. يعني هو شوف انت قلت جوز اخته، مش هنقول مثلا حد غريب عنه. ومنتهى التخلف من المتهم، لان بالبلدي كده نقول ايه، طب ما يا عبيط، عفوا يعني في اللفظ، يهبل، ما انت اللي هتشيل الطين. صحيح. يعني لما اختك تترمل على ايدك انت القاتل لجوزها، طب ما انت اللي شايل الطين، والا ما تبقاش راجل. بالبلدي كده ما تبقاش راجل. يعني ازاي انت جوز اختك ايا كانت الخلافات العائليه، ازاي تكون هذه الخلافات هي الدافع انك ترتكب جريمه قتل بهذه البشاعه؟ واضح جدا انه بيت النيه وترصد كمان. يعني انت شايف ان دي فيها ترصد، ما هو لو مش مشاجرة اتقال ولا في مشادة؟ التقرير، لو اللي اتقال في التقرير هو ما دون في تحقيقات صحيح. النيابه، يبقى هي قتل عمد مع سبق اثاره تراث. صحيح. لان هو واقف مستني عربيه المجني عليه في مكان هو يعلم ان العربيه هتهدي في هذا المكان، اذا هو مترصد له، مترصد ومبيت النيه وشايل مطوه. صحيح. اذا نيه ازهاق الروح والقتل متوافره لديه، ظروف المشدده لجريمه القتل، سبق الاصرار واضحه جدا، الترصد في مكان لتحين الفرصه للانقضاض على المجني عليه موجود. اذا فالجريمه قتل عمد مع سبق الاثاره والترصد. لو مشيت كده في تحقيقات النيابه مصيرها الاعدام طبعا، تمام. واضح الامور. انا عاوز مشاهدينا يشاركونا لان احنا هنبقى في فقره كامله اثناء تحليل قضيه اليوم والحديث عن حاله انعدام السلوك الاخلاقي اللي بيشهدها المجتمع المصري الان للاسف الشديد. صوتك لمين؟ دي فقرتنا هتكون من النهارده طوال حلقات برنامج مال الجاني حتى يوم الانتخابات الرئاسيه باذن الله. يا ريت تشاركونا بالرسائل عبر جروب مال الجاني على الفيسبوك او عبر على الرسائل ايضا 93 201. صوتك لمين؟ هنجمع ده حتى لو 1000 رساله ان شاء الله هنجمعها. مع انتشار رؤيتك طبعا في حاله انعدام السلوك الاخلاقي، بجانب طبعا الواقعه الثانيه اللي هو المواطن للاسف الشديد او البلطجي اللي قتل طفل بسبب انه ان الوالد المجني عليه كان معلق صوره السيسي. انعدام السلوك الاخلاقي في المجتمع بصفه عامه انا برجحه يعني في محور كلامي لسببين. تمام. انعدام البيئه والتنشئه الصحيحه. صحيح. انعدام النازع الديني اللي احنا مفتقدينه طوال السنوات السابقه، لان احنا لو كان عندنا ضمير صاحي وعندنا نشأنا النشأة الصحيه اللي النشأة ممكن السليمة. السليمه، ما كناش نوصل لهذه المراحل في هذا المجتمع صحيح. المصري، المجتمع اللي كان من فترات قريبة ليس ببعيدة كان بالنسبة لنا السلوك الخاطئ مبطور تماما في المجتمع، إلا إن احنا بنحس دلوقتي كان نسبة بسيطة جدا في المجتمع المصري لما يجي عندك حديث تتكلم فيه عن مشكلة أو عن الأحداث اللي بتحصل، كان نقول النسبة 90% من مجتمع كويس و10% وحش. الآية اتعكست في السنوات الأخيرة بسبب زي ما أنا بقول لسعادتك عدم التنشئة الصحيحة، عدم مراعاة الضمير،
ان احنا كلنا بينا ناس شايلين، ما فيش النازع الديني جوانا اللي بيمنعنا عن القدوم على الجريمة، عن التأني والتصرف في أفعالنا وتصرفاتنا، بدليل إنك بتشاهد النهاردة واقع زي ما عرضتها سعادتك في التقرير، فيها التربص، فيها سبق إصرار، يعني موضوع خطير، مش جريمة وليدة لحظة أو انفعال في لحظة ترتب عليه قبض قتل المجني عليه نتيجة ليه ممكن نوع من الاستفزاز، لا ده هنا في تربص، في سبق إصرار، في ترصد، يعني كل ما تكلم فيه قانون العقوبات في الناحية دي موجود في مثل هذه الحالة. أنا بعتقد أن هذه الصفات اللي دخلت على المجتمع المصري صفات غريبة عليه، نتيجة للي أنا بقوله أن احنا أهملنا في ديننا، أهملنا في مبادئنا، أهملنا في قيمنا، أهملنا في سلوكنا، التربية بتاعتنا مش تربية صحيحة. تمام. طيب معالي الدكتور، شايف ايه زيادة، سبب زيادة مثل هذه الجرائم خاصة ما بين الأقارب؟ احنا شاهدناها، مش عاوز أقول ظاهرة عشان ما نخوفش الناس، هي ممكن نقول حالة فردية لكنها زادت بالفعل. بص انا اقول لحضرتك حاجه، نتكلم بوضوح وبصراحه يا ريت. الامور، يعني احنا بنتكلم مع المواطنين المصريين كله هيعي الكلام اللي انا هقوله ده. طبعا معالي المستشار تفضل وقال ان الوازع الديني هو اهم شيء اتربى عليه النشء عشان يطلع بعد كده يعرف الحلال من الحرام ويعرف يميز ويمشي في الطريق الصحيح. نقيسها كده على البيت، الاسره، انت بتربي اولادك ازاي؟ بتربي اولادك تنشئه صحيحه ازاي؟ أول حاجة عشان ينشأوا تنشئة صحيحة التربية الدينية، ما بالك بقى المجتمع ككل اللي هو مكون من كل الأسر دي، مين اللي مسؤول عن تربية هذا المجتمع؟ لو قلنا المجتمع بيتكون من أسر والأسر في داخلها أطفال أنت بتنشئهم وبتربيهم، طب مين المسؤول عن تربية هذا المجتمع وتعليم هذا المجتمع والنهوض بهذا المجتمع؟ النظام اللي بيحكم هذا المجتمع. يبقى ان كان الاب والام مسؤولين على الاطفال في الاسره، ده نطاق ضيق، النظام اللي بيحكم هذا المجتمع هو المسؤول عن المجتمع ككل ازاي بيربي الناس في هذا المجتمع. انا في الوازع رساله، الديني في رساله بس جايه لي، هي بتقول لي انا حرم المجني عليه شحته اللي احنا عرضنا لاخوها، تم قتله على يد شقيقها، فهي طبعا عاوزه تتواصل معايا، مفيش مشكله، فورا بعد الحلقه نتواصل مع حضرتك، ولو عرفت تتصلي على الهوا ليك رد طبعا تحت امرك يعني. الوازع الديني هو أهم حاجة عشان تطلع مجتمع وينشأ مجتمع متدين سوي يميز مواطنيه أو المتعايشين فيه بين الحلال والحرام. صحيح. المسؤول عن الأجيال اللي طلعت بعيد عن الوازع الديني نظام مبارك السابق، أنا قلتها مع سعادتك مرارا وتكرارا، ربى المصريين على إيه؟ 30 سنة حكم فاسد، بتربي أجيال على إيه؟ المجتمع المصري بعد عن الدين. ليه؟ لان مفيش توعيه دينيه، مفيش ثقافه دينيه، وبالتالي الاسر تفككت، الاسر اللي هي بتكون منها المجتمع تفككت. تمام. الابناء بيطلعوا مفيش وازع ديني كافي ووعي ديني كافي عشان تخليه يخاف لما يكبر يسلك سلوك حرام، فانت ربيت جيل على سلوكيات منحرفه. لما في خلال نظام فاسد حكمنا 30 سنه، وانا بتكلم بوضوح، يهدر التعليم وتهدر الصحه وتهدر كل مجالات الدولة والزراعة والصناعة، انت عايز تطلع اجيال شكل عامل ازاي؟ تمام. اذا الخلاصة تنتشر الجريمة، ده وضع طبيعي طبيعي معنشر جدا. النهاردة واقعة هي يعني الابشع في محافظة الجيزة في منطقة وسيم، واحنا هنعرضها بالتفاصيل للمشاهدين ان شاء الله الاسبوع اللي جاي لان فيها تفاصيل كاملة. راجل يا جماعة صاحب معرض او صاحب محل معلق صورة السيسي، جاره على خلاف معاه عشان هو معارض للسيسي، ابنه معدي التاني ضربه بالنار وموته. يعني هل وصلنا الى هذا الحد والله واحنا لسه في بداية، لسه بنقول يا هادي هنبدأ الدعاية الانتخابية؟ يعني أنا بقول لسعادتك في حقيقة هذا الموضوع إن الموضوع ده ممكن يكون صحيح حدث وكده، لكن هما بيعملوه عشان يخوفوا الشعب المصري ويدوا إرهاب للشعب المصري وأبناء الشعب المصري وأطفال الشعب المصري. كل واحد هيشوف حالة حصلت زي كده هيبقى خايف على ابنه، خايف على أخته، خايف على اولاده الصغيرين، هيبقى يربوا جبن لده
الناس اللي عاوزة تطلع وتصوت للمشير. لكن أنا بقول إن هذا تصرف غير آدمي وغير إسلامي، وتصرف لابد أن يكون حتى الإعدام فيه غير كافي، لأن ده طفل، ومن حق من حقي أنا ومن حقك أنت ومن حق أي شخص طبقا للدستور حرية العقيدة، حرية الديانة، حرية أعبر عن رأيي. ده مش موضوع سهل، بل بالعكس هذا الرجل يعني أنا بقول كمان ما كده الرؤية واضحة. صوت المستشار محمد سليم هو مداعم للسيسي طبعا، و ما أنا مداعم للسيسي، ده رأيي الشخصي صحيح ورأي سعادتك، وده ما بيتعارضش. أنا شايف صحيح من وجهة نظري إن المشير أفضل ناس من وجهة نظري، نعم لأن محترم. لأني على الأقل راجل قدم لمصر. أنا في وجهة نظر، أنا لو سألتني بتأيد المشير ليه، أقول لك إن المشير عبد الفتاح السيسي لم يكن في دماغه على الإطلاق أن يصبح رئيس جمهورية، إنما القدر حطه في هذا نعم الموقف، وهي إرادة ربنا. ولو فرض ورجعت أنت تستشيره أنت في يوم من الأيام كنت تفكر تبقى رئيس جمهورية، هيقول لك على الإطلاق لم أفكر حتى هذه انت اللحظة. التقيت به على المستوى الشخصي، هل بالفعل؟ وفي صور حتى يا ريت تعرضها لنا مع الاستاذ زين المستشار محمد سليم في لقائه الاخير مع الفريق، مع المشير السيسي. أنا عشر يعني شفت هذا الرجل، وكنت أول مرة أشوفه، وجدت راجل عنده حس وطني عالي، عنده ضمير صاحي، عنده رؤية، يكفي إن هو بيعرف ربنا سبحانه وتعالى، وخايف من الإحساس بالمسؤولية، وده اللي أنا بطمن من خلال رؤيتي الشخصية الشعب المصري عليه، إن هذا الرجل يكفي إن هو عارف ربنا سبحانه وتعالى وخايف من المسؤولية، فده أكيد هو الأقدار اللي جابته لمصر. هو لم يسعى، هو حط روحه فداء لمصر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. فأعتقد إن الإنسان بالمواصفات دي يبقى ربنا اختاره تمام لتحمل مسؤولية، وأنا من أشد الناس تفاؤلا على المرحلة القادمة. يا رب ان شاء الله تكون خير. شيخ علي الدين في اتصال تليفوني، اهلا بيك. السلام عليكم يا استاذ احمد. عليك الصلاه وبركاته. صوتك لمين يا شيخ علي؟ يا استاذ احمد، ولا تبديل ولا تغيير ابدا. قول لي صوتك لمين الاول. هو في بعد السيسي راجل في الدنيا تاني؟ تمام يا طبعا، استاذ اصل احنا بنسجل الرسائل عشان نطلع كل مشاهدينا في النهاية. كام رسالة سيسي، كام رسالة لا يا صباحي؟ استاذ احمد، الصوت لا تغيير ولا تبديل. وتحياتي اليك والاستاذ المستشير، وتحياتي للسيد المستشار شكرا مؤمن العقيلي، شكرا جزيلا، واحنا وجميع من عندنا هنا وبنعمل مؤتمرات من دلوقتي. بشكرك شكرا جزيلا ليك. استاذ ياسر من الغربية، صوتك لمين؟ طيب ما دام انتصار من اسيوط. طيب مع انتشار، نرجع للنقطة اللي حصل النهاردة. طبعا ما زلت اكرر واتفق مع المستشار محمد سليم انها حاله انعدام سلوك اخلاقي، اطلاق النيران على طفل لم يقترف اي ذنب او اي خطا في حق اي حد، ويتم اطلاق رصاص عليه لمجرد ان والده معلق صوره السيسي. ما هو ده نتيجه لافتقاد المواطن المصري ثقافه الحوار والوعي الديمقراطي، وده شيء طبيعي في ظل سنوات طويله عاش فيها المواطنين المصريين في ظل نظام كبت حريات. فبالتالي انت لما تعطي للمواطن في المرحلة دي شيء من الحرية، هتلاقي الغالبية العامة بتستغل هذه الحرية وتفهمها غلط. مش دي الديمقراطية، ومش ده الحوار. الوضع العام اللي موجود في البلد دلوقتي، ما هو معظم الناس، معظم الشعب في اتجاه، وقلة من الشعب في اتجاه آخر. انت لو تكلمنا مع احترامنا للقلة من الشعب اللي في الاتجاه الآخر، عفوا وانا هقولها صراحة، إن هذه القلة معروف جدا يا إما مغيبة مش عايزة تعيش الواقع، مش عايزة تعترف برأي الأغلبية، يا إما عفوا يعني مريض نفسي. أنت صوتك لمين يا إمام بشار؟ المشير السيسي طبعا. طيب نسمع الأستاذ إبراهيم من كفر الشيخ. أستاذ إبراهيم صوتك لمين؟ أستاذ أحمد السلام عليكم. عليك الصحة وبركاته. إحنا بنشكر حضرتك اللي هو قبل كل شيء. تسلم، ربنا يكرمك. الله يخليك. وبنقول لحضرتك استمر في اللي حضرتك فيه. ان شاء الله باذن الله، ربنا يخليك يا احنا رب. ان شاء الله مساندين لحضرتك. شكرا جدا، ربنا يخليك استاذ ابراهيم، وكل تحياتنا لاهالي كفر الشيخ اللي تلقيت منها العديد من الرسائل، يعني يمكن اكتر محافظه تلقيت منها رسائل كفر الشيخ والله. لا استاذ احمد، انت اللي تطلع صوتنا، صوت الغلابه، الغلابه ربنا يكرمك. بتجيب حق الغلبان. شكرا جدا يا استاذ ابراهيم. لا استاذ احمد الله يخليك. صوتك لمين؟ للمشير بقى طبعا، يعني كفر الشيخ للمشير. على فكره يا جماعه، انا
مش يعني ما فيش حكر على حد، اللي عاوز يقول رأيه بكل وضوح ما فيش مشكلة، الرسائل اللي هتجيلنا هنقولها بكل صراحة. انا هقول الرسائل دلوقتي، انا جال معايا رسائل كتير قوي هنقولها دلوقتي. استاذ معتز اهلا بيك يا استاذ معتز. السلام عليكم، عليكم السلام وبركاته. انا صوت للسيسي. طيب شكرا، بتكلمنا منين يا استاذ معتز؟ طيب شكرا يا استاذ معتز. طبعا هو تفعيل هام يجب ان احنا نبدأ به من النهارده، وحتى الانتخابات الرئاسية اعلنها. سؤال المشاهدين والمواطنين لعل آرائهم المستنيرة نستفيد منها، صحيح؟ طيب دلوقتي احنا في فقدان ثقافة الحوار، لسه باقي شهر على الانتخابات الرئاسية، ان شاء الله تمر بسلام وعلى خير، واول حادث عنف النهاردة يهز الجميع في منطقة الجيزة. انا قلت لسعادتك الحادث ده السبب منه التهديد والخوف والوعيد لكل، هل انت شايف بعيدا عن ان حضرتك برلماني سابق ولك اسمك في اسوان طبعا وفي كل انحاء الجمهوريه، ولكن من خلال خبرتك القانونيه هل ترى ان ده مقصود، الحادث ده مقصود؟ مقصود الحادث مقصود ليه؟ لان هما ده بيرعبوا بقى كل الناس، الرساله دي موجهه لكل الناس بيرعبوها، اطفال نساء رجال كبار في السن سيدات كبار كله بيخاف. انت عندك لو والدتك طالع وكده تقول لك لا بلاش تخرج يا ابني، ده كذا ده كذا، يعني وسيله الغرض منها الضغط على الشارع المصري، انه يعني ده احداث حاله من الارتباك. بالظبط بالظبط كده. فانا عايز اقول ان الناس، معلش عايزين نتكلم نقول ان الانسان البسيط، الانسان اللي ما عندهوش ثقافه الحوار، انا شخصيا لما بروح البلد ناس بسطاء جدا يقول لك احنا هندي عبد الفتاح السيسي مشير السيسي ليه؟ يقول لك على الاقل والله احنا استردينا حريتنا. شوف المواطن وصل لفرق، كان حاسس ان حريته مفقوده، فهو، وانا مش ضد، خلي بالك انا مش ضد تفرقه المجتمع ولا اخوان ولا تصنيف المجتمع، لكن انا بقول يا اخوانا احنا مصريين كلنا ولا على ارض واحده وفي دوله واحده، حرام اللي بيحصل. هي طبعا صورتك على الشاشه صوره حضرتك في اللقاء اللي هو وفد القبائل العربيه مع المشير السيسي، يعني رساله طمأنينه بدون مجامله للمشاهد اللي بيشوفنا دلوقتي اثناء لقائكم مع المشير السيسي، ما سيضعه في مقدمه اهتماماته، خاصه ان المرحله المقبله هي مرحله صعبه. انا عايز ابقى صريح وواضح معك، انا لم يحدث اي لقاءات من قبل بيني وبين المشير، انما من خلال تواجدي مع هذا الرجل في خلال الدقائق المعدوده حكمت على هذا الرجل انه انسان الامانه عنده غاليه ويعرف ربنا تمام المعرفه. فانا ببعت رساله طمأنه من ساعه ما انا شفت هذا الرجل العظيم، ان راجل بيراعي ربنا في كل تصرفاته وخايف من المسؤوليه، وبالعكس راجل تحمل هذه المسؤوليه على رقبته لوحده من اجل مصر ومن اجل الشعب المصري. تمام. استاذ عبده في اتصال تليفوني، اهلا بيك، اتفضل يا استاذ عبده، صوتك لمين؟ عبده البحراوي. ازيك يا حاج عبده البحراوي، ازي حضرتك؟ استاذ احمد امبارح تكلمني وخط يقطع عليا ليه؟ معلش حقك عليا، قول لي صوتك لمين يا حاج عبده؟ شكرا جدا، بشكرك حاج عبده. استاذ عبد الله من دمياط عشان نقول الرسائل، استاذ عبد الله اتفضل دمياط. الو استاذ عبد الله من دمياط، صوتك لمين يا استاذ عبد الله؟ اتفضل يا استاذ عبد الله. استاذ احمد، ايوه اتفضل. انت طبعا قلت كل واحد برايه وروحه حر. طبعا. ايوه انا الدكتور ايمن الظاهر، لو ما كانش الدكتور ايمن الظاهر يبقى حازم ابو اسماعيل. طيب بشكرك. تمام صحيح. رايك خد بالك، بصوا ده للمشاهد اللي بيشوفنا دلوقتي، احنا برنامج قد يكون في برنامج تاني او في قناه تانيه استحاله ان ده يدخل ويقول الكلام ده. في برنامج مالجاني اللي عاوز يقول رأيه بكل وضوح وبكل شفافية تحت أمره، ونحترم جميع الآراء. أستاذ مهدي من الشرقية. إن شاء الله. اتفضل يا أستاذ مهدي. الله يخليك، أنا إن شاء الله ننتخب السيسي إن شاء الله. بشكرك يا أستاذ مهدي، شكرا جزيلا ليك. أستاذة رونا السيسي، أستاذ محمد الشيخ، وأستاذ محمد الشيخ بعت رسائل كتير قوي. استاذ طه السواح من اها بشكره، احمد زين بشكره، هو مش عارف يوصل للخط استاذ احمد زين وبيشتكي من عدم وصوله للخط. صديق النهار
احمد الشيخ، هي عيله الشيخ كلها في الاتصالات. طيب استاذ احمد عفيفي هينتخب انتخب حمدين صباحي. استاذ ياسر من المحله اتفضل. ايوه، اكلم استاذ احمد. اتفضل استاذ ياسر، انت معايا على الهوا. ماشي يا استاذ احمد، انا بشكرك والله وتضامنك معانا في مساله انقطاع التيار الكهربائي. ان شاء الله الفتره اللي جايه انا بطمنك، سيبك من التصريحه اللي اتقالت ان الكهرباء تقطع 6 ساعات في الصيف والكلام ده، لا صحه لهذا الكلام. انا بقول لك انا الكلام ده، ما تقلقش. ليا تعليق بعد اذن حضرتك لو تسمح لي ان انا اتكلم فيه اتفضل. بكل ادب وبكل احترام. اتفضل. لان انا زعلت لما انت بتقول ان هو عايز مش يقول البرنامج هنتكلم في بتاع. يعني الموضوع ده مش عاوزين نديله اكبر من حجمه. احنا ان شاء الله البرنامج مكملين، وهننتقد كل اي حد يخطأ، لكن ننتقد باحترام بدون خطأ يعني. اتفضل حاج لطفي. اتفضل اتفضل حاج لطفي. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك. بمسي على الساده المستشارين ضيوف حضرتك. اهلا بيك، ربنا يكرمك يا حاج لطفي. وبعزي اهل المتوفي. اهلا بيك يا حاج لطفي. وصوت الاسره وصوت القريه كله ان شاء الله للمشير عبد الفتاح السيسي. منطقه كركشه مركز سوق. بشكرك، شكرا ليك حاج لطفي العطار، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب قبل ما نكمل الرسائل، طيب احنا عاوزين نحد من هذه الظواهر وهي حاله انعدام السلوك الاخلاقي. ازاي؟ انت سالتني الاول قبل ما اجاوب على سؤال حضرتك، انت هتختار مين؟ قلت المشير السيسي. انا بس وجهه نظري ليه المشير السيسي؟ احنا عايزين برضو نتكلم بالعقل. يعني اعتقد مع المستشار هيتفق معايا في هذا، نحكم علينا كده. احنا متفقين ان بلدنا مصر محفوظه ومذكوره في القران ولا لا؟ في حد يختلف في هذا؟ لا لا لا. تمام. متفقين ان بعد 25 يناير لغايه 30 يونيو كنا بنقول مفيش قائد على الساحه يجمع عليه معظم الناس. صحيح. مش هنقول كل الناس. صحيح. معظم الناس، لغايه ما ربنا بعت لنا هذا الرجل. هذا الرجل قدريا دون ترتيب منه هو دلوقتي رجل المرحله. صحيح. باجماع معظم الناس. وارد اختلف معاك، وارد صحيح. يكون في ناس ما بتطقوش، وارد تكون ناس ما بتحبوش، لكن معظم وغالبيه الشعب تعي ان هذا الرجل هو رجل المرحله. الرجل ده تتوافر فيه كل السمات والمقومات المطلوبه في زعيم يقود مصر في هذه المرحله الصعبه ويمر بيها. واول مرشح انتخابي تحس فيه قبول واجماع من كل فئات المجتمع عليه، مع المستشار اذا اختلفنا. تمام. في نسبه بسيطه بالزبط. مش متفقه فهي لاهداف. طب انا هقول لحضرتك شخصيه، انما كل المجتمع وشرائح المجتمع الغالبيه العظمى متفقه، ودي حاجه من عند ربنا لا انا املكها ولا انا. تمام تمام. ربنا كده بعت سر الهي في الراجل ده، قال له ان انا بحبيتك فالناس دي هتحبك عشان انا حبيتك. ما هو ليه الناس حبيته يا معلم؟ دي وجهه النظر، خلي بال سعادتك، انا بتكلم أيوة. بكل بساطه في هذا الامر لسبب، لان ليس هناك رئيس جمهوريه كان عليه اتفاق مثل ما تم على المشير عبد الفتاح السيسي. اتفاق من كل طوائف المجتمع باستثناء كل قاعده ولها شخص، وده طبيعي طبعا. وليه الناس حبته مع المشير؟ سواء احنا ادينا اصواتنا او مش احنا ادينا اصواتنا، كل الشعب المصري حاسس ان الراجل ده جاله انقاذ من عند ربنا. ليه بقى مع المشير؟ يبقى اكيد الرجل ده جواه كويس. طبعا الرجل ده طبعا. لولا ان نيته اللي يعلمها الله طبعا. كويسه طبعا. وان هو بيتقي الله مش هيجمع عليه معظم الناس وتحبه. اذا فهو لو حكمنا عقلنا هو رجل المرحله. الراجل ده جه بحب الناس وهيجي بحب الناس رئيس جمهوريه. مفيش شك في هذا الكلام. انا كنت بتكلم كلمه بقول له اتمنى من الله سبحانه وتعالى انك لا تنسى ضميرك عندما تجلس على كرسي الحكم. لقيت الراجل اترعب من الكلمه. طبعا ده دليل على ان عنده نازع ديني قوي. طب معلش شباب، نازع ديني قوي. طب اخد سؤال كاتب الصحفي استاذ زين خليفه. طيب زين بيه، اهلا بيك. اهلا، مساء الخير يا فندم. اتفضل، مساء النور. اولا تحيه طيبه للساده الضيوف الحاضرين مع سيادتك. اهلا بيك. وللقناه وجميع العاملين بيها. اهلا بيك. فيما يتعلق ببرنامج اليوم اللي هو موضوع صوتك لمين، الحقيقه الشعب كله اجمع على رجل واحد. رجل قدم روحه. لا بس في ناس، يا خلينا اتفق ان في بعض الناس برضو نتكلم ونقول ده لها معظم الناس. لكن المعظم مش الكل. انا خليني سعادتك معظم الناس اجمعت على السيد المعظم. تمام، مش الكل. لان كونه رجل صادق
وفعلا كلمته بيقدمها قبل روحه وحياته، وقدم حياته كلها قدام الشعب امام ربنا فداء للوطن، وكفايه مصداقيته، كفايه ان هو ما كانش غير راغب ان هو يرشح نفسه، لكن الشعب اللي اجبره، معظم الشعب المصري اجبره على الترشح لكونه هو رجل المرحله فعلا، وهو اللي يقدر يصد امام اي عدوان خارج مصر على مصر، وهو اللي يقدر يعمل صحوه جميله جدا، والناس كلها هتصحى معاه من الصبح من الساعه 5 صباحا تقول له يلا هيا بينا نعمل، هيا نبني مصر، هيا بينا ايدنا في ايد بعض، وهو ده اللي هو عايزه المشروع بتاع السيسي. وفعلا شرف لمصر والعالم كله ان يكون رئيس مصر في المرحله القادمه هو المشروع بتاع السيسي. بشكرك شكرا جزيلا ليك استاذ زين. انا بعتذر للاستاذ ياسر من الغربيه، حاول طبعا يتواصل معانا وكان معانا من بدري والخط فصل معاه. يرفض السيسي اعاده البسمه للشعب المصري، ودي انا عايز اقولها لسعادتك، وانا واثق ثقه عمياء يعني باذن الله تعالى ان السيسي هيعيد هيبه وكرامه المصريين في الخارج والداخل. نتمنى والله ده اللي انا يعني حاسس احساس داخلي، وببعت رساله طمانه من خلال الشخصيه اللي شفتها ان هيقبل المصري كيان في بلده وفي الخارج. نتمنى وندعو ربنا يعني هدايه نفس. استاذ حسين النوبي السيسي، استاذه اميره السيسي، استاذ طه السواح، حمدين صباحي، سمير المسيري السيسي السيسي السيسي، طه السواح، حمدين صباحي، الشيف استاذ حسين، انا عبد العال من ميت ابو الحارس، وجايب لنا صوره شفتها صوت وبيقول انا من ميت ابو الحارس محافظه الدقهليه وصوت للسيسي. لطفي الشلاوي، حسين النوبي السيسي طبعا. خلاص يا عم طه الصباح انت قلت حمدين، اوكي. استاذه رونا، انا وعائلتي السيسي. صديق النهار شفت الصوره دي؟ طبعا ممكن تخش على جروب مجاني على الفيسبوك هتشوفوا صور وتعبيرات جميله جدا مع انتشار طبعا، عشان لو دخلتوا على جروب مالجاني هتلاقوا الجروب طبعا مقلوب، ودي صديق النهار هي طبعا كاتبه كده، انا قلت كلنا هننتخب السيسي، حسين النوبي السيسي، اسماء عفيفي السيسي، احمد زين عاوز يتواصل معانا، شوفوا يا جماعه عمرو الفقي، والله يا استاذ احمد انا صوتي ولا للسيسي ولا الحمدين، ده رؤيته. استاذه شهد السيسي، استاذ علي موسى، انا مش هدي لا السيسي ولا صباحي، وطبعا كاتب انا اتبع لا اله الا الله محمد رسول الله، كلنا نتبع ده يعني هو يحترم رايه برضه طبعا. انا بقول يا جماعه كل الرسائل اللي بتيجي بكل وضوح. استاذ ميدو ابو ملك السيسي السيسي السيسي، مين معانا تاني؟ استاذ رمضان من المنوفيه، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ رمضان. ازيك يا باشا؟ عندك بس لنا ملحوظه صغيره، انا بقول ان العقيده تحصل ديت واحنا مش لاقيين على سبب، هو لنا دور على السبب. اتفضل. الجريمه بتحصل دايما وبندور في دايره ونيجي في الاخر نقف عند القضاء. طب هنفضل امتى يعني الجريمه تحصل سواء تستوفى الارقام او ما تستوفاش برضه نيجي عند القضاء ونقف. تمام. واحنا لو في قواضي بنسمع منها حاجه، لا احنا كل ما نسمع جرائم، انما لو في رادع اعتقد الجريمه هتقل. ايوه طبعا، لكن بشكرك. كل يوم جريمه، كل يوم جريمه ومختلف الاشكال، لكن ما فيش قضاء خالص، ما نسمعش حكم رادع. اللي هي العداله الناجزه. طب هيرد عليك المشار محمد سليم. انا فضل. يعني بناشد المشرع المصري بالتدخل السريع في تفعيل قانون الارهاب عشان يقبى فيه عقوبات رادعه لمثل هذه التصرفات. احنا في بلد ديمقراطية، وفي بلد تحترم القانون، وفي بلد ليس هي بلد البلطجة ولو الزراع، انما في بلد مشهود له امام العالم بالقانون والديمقراطية والعدالة، فلا بد من تفعيل قانون الارهاب. بناشد المشرع المصري بالتدخل بتفعيل هذا القانون عشان نقدر نعمل اللي يعمل حاجة ياخد عقوبتها الرادعة، ما يقباش المجتمع في حالة فوضى وانفلات. مش أنا مش مع سياسة الطبطبة وضد هذه السياسة، أنا مع سياسة الحزم، لأن إذا وجد الحزم وجدت الدولة، إذا لم توجد الحزم لا توجد دولة. طبعا هيبقى دولة طبعا.
محمود نصر من أسوان، أنا بلديات المستشار محمد سليم المشير السيسي. كويس. محمد أحمد حمادة السيسي، علاء عسكر السيسي وكل أهل المنوفية السيسي. أستاذة هدير، أستاذة هدير عادل السيسي. الأستاذ ميمي صباحي، أستاذ عاطف صباحي، أستاذة آية بالتوفيق إن شاء الله وربنا معاكم، ده اللي كاتبها طبعا. أستاذ هيثم القرنفلي بيعترض على سياسة الحكومة الحالية وبيدعو إن الرئيس القادم يكون معاه حكومة قوية. نتمنى إن شاء الله بإذن الله. مين معانا؟ أستاذ يسري، أهلا بيك. أهلا أستاذ أحمد. اتفضل يا أستاذ يسري، منوفية طبعا، اتفضل. إن شاء الله. أهلا بيك. الأستاذ أحمد معايا؟ اتفضل يا أستاذ يسري، أنت معايا على الهواء. إحنا بنقول إن شاء الله نتيجة الدكتور طلعت كامل منوفية يا أستاذ أحمد. طبعا، لا المنوفية دايما ما شاء الله، يعني أصله آه جراني، ما خد إحنا بالك القليوبية إن جنب شاء الله، المنوفية. إن شاء الله ابن المنوفية وابن مصر كلها، وإن شاء الله المنوفية هي زي نتيجة الدستور نتيجة الاستفتاء على إن شاء الله. إن شاء الله إن بشكرك، شاء الله. شكرا جزيلا ليك. المنيا، مين معانا من المنيا؟ عاوزين نسمع أهل الصعيد. أستاذ أحمد من المنيا، أهلا بيك. أستاذ أحمد من المنيا اتفضل. ألو، أهلا بيك يا أستاذ أحمد، اتفضل. أنا أستاذ أحمد، اتفضل يا أستاذ أحمد، حضرتك بس عايز أتكلم في موضوع الانتخابات. اتفضل. أنا بدي المشير السيسي. وانت منين من المنيا يا استاذ احمد؟ بتكلمنا منين من من المنيا؟ ملاوي حضرتك. من ملاوي، كل اهل ملاوي، وخدوا بالكم ان علي بيه عاصر رئيس مباحث ملاوي. بشكرك شكرا جزيلا ليك، عشان علي عاصر ده اخونا الكبير والغالي عندنا يعني، وعشره عمره من الشخصيات المحترمه في ملاوي والله. مين معانا؟ استاذ اشرف اتفضل. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ اشرف، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير يا استاذ احمد. اهلا بيك، مساء النور. بمثل على حضرتك وعلى سعاده المستشارين مع حضرتك. اهلا بيك. وخاصه المستشار مؤمن العقيلي. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك. وعايز اقول لحضرتك ان انا من محافظه كفر الشيخ، مسقط الاستاذ حمدين صباحي ايوه حبيب تمام. الكل، ومع ذلك انا مع سعاده المستشار، مع سعاده المشير السيسي ان شاء الله. ربنا يوفقكم، بشكرك شكرا جزيلا لي. طيب انا يعني عايز اقول، طب ناخد بس عشان منصورة اتصالات كتير جدا، المنصورة اوعى اسوان، احنا معانا اتصال من اسوان، اسوان خليه. خالص انتوا ماشيينها تفرقة لا اوعى اسوان، عشان ركز معانا شوية مع اسوان. استاذ احمد اتفضل. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك. ازيك يا باشا، عامل ايه؟ ربنا يكرمك. بصراحة كان نفسي اتواصل معاك على البرنامج من زمان والله. ربنا يكرمك، ده احنا ده شرف والله لينا وبنتشرف بيك. من ليبيا يا باشا بكلمك. ربنا يكرمك. عامل ايه يا باشا؟ اتفضل، ربنا يخليك. والله يا استاذ احمد باذن الله، باذن الله احنا السيسي، احنا السيسي، وبحيي الاستاذ مؤمن العقيلي والاستاذ الثاني اللي معاك شهر باذن محمد الله. سليم، اهلا بيك. استاذ محمد سليم بحييك، ونفسي نفسي اما السيسي يمسك يبقى المصري له كرامه بره، بس نفسي ان شاء الله. هو بيكلمنا من ليبيا على فكره ان شاء الله. والله يا استاذ احمد وبشكرك. خدوا بالكم، انت بتكلمنا منين؟ من ليبيا، مصراتة ولا طرابلس؟ مصراتة يا باشا. طب خدوا بالكم من نفسكم، وربنا يا رب يوفقكم وترجعوا بالسلامه ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا ليك. قبل ما نكمل بقى الاتصالات، انا عندي معلومه اتفضل مؤكده عايز اقولها للساده المشاهدين. اتفضل. هي من مسؤولين انا قعدت معاهم، انا بقول لكل المشاهدين بل لكل المواطنين في مصر يطمئنوا على مصر في وجود المشير عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه. المعلومه اللي عندي، معاهده كامب ديفيد اللي بيننا وبين العدو الاسرائيلي او اسرائيل، مش في بند من بنودها بحظر انتشار قوات واسلحه ثقيله ومعدات عسكريه في سيناء، وبند المعاهده بيقول كده؟ طب ليه اسرائيل سمحت وسكتت هي وامريكا، واحنا نعلم ان اسرائيل وامريكا هدفهم عدم استقرار مصر؟ ليه سمحوا ان الجيش المصري يخش سينا بهذه المعدات والأسلحة الثقيلة ويعلن الحرب على الإرهاب لتطهيرها؟ السؤال ده عايز له إجابة. الإجابة عندي، والمعلومة اللي أنا أعرفها ومتأكد منها، أن المشير عبد الفتاح السيسي كشر عن أنيابه، لأن كان في اعتراض على دخول الجيش المصري بالأسلحة الثقيلة عشان يطهر سينا، وبالتالي إسرائيل وأمريكا مش من مصلحتهم
ان تطهر سيناء، ومن مش من مصلحتهم ان مصر تستقر. ولكن هذا الرجل وقف وقفة شديدة، كشر عن انيابه، دي بلده ويعرف ازاي يحميها ويعرف ازاي يعمل لها هيبة، وجري فوسع علاقات روسيا، الصين، بعض الدول، الدول العربية اللي هددت بالاستثمارات تسحبها من امريكا ومن دول اوروبا، فرض كلمته. فانا بقول للسادة المشاهدين اطمئنوا على مصر لما يجي الراجل ده رئيس جمهورية، لان الراجل ده وطني مخلص متدين ذكي قوي وقادر يحمي البلد، وهو فعلا رجل المرحلة اللي جاية. انا عندي تعليق رؤيتي، اتفضل. انا بقول كلمتين يعني بصراحة، ان السيسي باذن واحد احد هياخد الثمان سنين وهيطلع الشعب المصري يطالب بيه. شوف، ورغم ده هيبقى مخالف للدستور، لكن ما شاهدته من هذا الرجل من حس وطني عالي جعلني افكر ان الراجل ده يعني الشعب اللي هيطالب، يعني اول مطلب هيبقى شعبي للسيسي، مش زي النظام السابق او الانظمة السابقة كان ذكور من ناس معينة، لا، دي حاجة نابعة من داخل الشعب المصري على فكرة يعني. وقدام إنسان عنده صحوة ضميرية عالية بالصورة دي هيفكر جدا في أي قرار بيدرسه، وقدام إنسان متخوف من تحمل المسؤولية قبل أن يتحملها يبقى أكيد ده علامات النجاح بالنسبة له. تمام، معنا، معلش أنا طولت شوية على المتصلين، ناخدهم كلهم كده بسرعة. أم عمر، أم عمر من القاهرة، اتفضلي. أهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا فندم. أهلا بحضرتك. أنا بدي صوت لعبد الفتاح السيسي، وهو ربنا يوفقه ويبقى معانا إن شاء الله. بشكرك أم عمر من القاهرة. أستاذ أحمد اتفضل. أستاذ أحمد اتفضل. عليك صح وبركاته. عليك صح وبركاته. أستاذ أحمد أهلا بيك. حد أحمد البابوري بطا. أهلا وسهلا، وتحياتنا لكل أهالي بطا، الرجالة اللي إحنا بنعزهم وبنحترمهم وبنقدرهم الحقيقة يعني. اتفضل. ايوه ماشي، اتفضل. الحاج احمد بجور معاك. اهلا بيك يا حاج احمد، انا عارف طبعا. اهلا بيك. الله يبارك لك استاذ احمد. اتفضل. طبعا عائله البجوري كلها تبع السيسي في بطا. بطا يا باشا. طب واهالي بطا اللي في امريكا؟ واهالي بطا اللي في امريكا كلهم تبع السيسي. طب ربنا يوفقك وبشكرك شكرا جزيلا ليك، وكل تحياتنا لاهالي بطا. محمود الخطيب، يا رب ول علينا من يصلح، اللهم امين يا رب العالمين. استاذ اشرف بيقول لي حمدين صباحي، استاذ محمد احمد حماده السيسي، استاذ عبد الله السيسي، استاذ عبد الله تاني، في اتنين عبد الله السيسي، احمد ندى المشير طبعا اقوى من حمدين، بس يا رب يكون وجوده خير لمصر ولشعب مصر، اللهم امين يا رب العالمين. استاذ شروق، انا وكل عائله عوده السيسي، وكاتب مثلا السيسي حوالي 30 40 مره كده، واخد الجروب كله. دكتور احمد ندى، بشكرك يا دكتور. استاذ طلعت باشا السيسي، مفيش غيره. شوف اللي بيبعت تعليق بيبعت صوره، ما ده حب الناس بيبعت الناس طبعا ده كلام يا جماعه، ممكن تخشوا تشوفوه على الـ الجروب. بشكرك استاذ طلعت، عمرو الفقي، احمد عفيفي، حمدين صباحي، وارجوك يا استاذ احمد اقرا رسالتي. هو طبعا بيقول انا مش عاوز حكم عسكري تاني في مصر، احنا تعبنا من الحكم العسكري من ايام مبارك. ده احمد عفيفي، انا بقول كل رساله بحق ربنا، انا عايز ارد عليها بس عشان اكون صريح. هتردوا عليها طبعا، لك حق الرد. محمد مسعد، السيسي رئيسي، ربنا يحمي مصر يا استاذ احمد. السيسي، استاذه اسماء، منصور، استاذ احمد نفسي اعرف برنامج السيسي. طالما 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 المنشار محمد سليم، ده من عندكم من اسوان يا فندم. استاذ منصور بيقول حضرتك انت تعرف عائلته كويس، ومن عائله اسمها عائله الدش كده يعني. استاذ رجب، اللهم ول علينا من يرعاك. استاذ حنان، اللي عايز ينتخب السيسي ينتخبه، واللي عاوز ينتخب صباح ينتخبه، بس ما حدش يفرض رايه على الاخرين. ده صحيح حقك يا استاذ حنان، محترم. وجهه نظر تحترم. استاذ منصور تاني، استاذ انا نفسي اعرف برنامج السيسي ده. استاذ منصور خد بالكم، في اتنين منصور دش. استاذه حياه، حاضر يا استاذه حياه. طبعا هنكمل الرسائل، بس نعلق على الرسائل دي عشان في الاف الرسائل، فعاوزين نعلق عليها. انا يعني
بقول ان احنا جربنا بعد اذن الاخ اتفضل يا الزميل فندم. اتفضل يا فندم. احنا بالنسبه لنا ايه الفرق بين العسكري والمدني في نظرنا؟ طالما هو قلع ثوبه العسكري اصبح مدني، وبالعكس انت ما تجيب انسان عنده خبره ودرايه بباطن الامور احسن ما تجيب حد لسه جاي يبدا في مرحله صعبه على اي حد في مصر في هذه المرحله. احنا بنقول مشير السيسي يكون اذا كان مجموعه الغالبيه العظمى اتفقت، فاتفقت لان حست ان الراجل ده من جواهم مدني عسكري، حسوا ان هو اللي يقدر يوقف البلد على وضعها الثابت. يعني كان يهم الشعب المصري مين اللي يقدر ينقذ مصر، ما كانش بينظر لده ايه مؤهله ايه مدني ايه عسكري بتاعك، مين قادر على انقاذ مصر. فانا بصراحة ربنا هل انا راجل كنت عضو مجلس الشعب اروح ارشح نفسي رئيس الجمهورية؟ مش حمل لهذه المسؤولية نهائيا. فعشان كده ربنا بيختص ناس معينة من بيحقق الصعوبات على ايدهم، من ضمنهم عبد الفتاح السيسي. يعني حب الشعب، لو الشعب قال له احنا مش عايزينك وعايزين فلان، راجل بتقول له يقول لك ادعي لي ان ربنا يولي من يصلح. نعم. مش يولينا انا، يولي من يصلح. لو حمدين هيصلح لمصر احنا بندعي لحمدين وبنقول ربنا يوفقه. انما يعني ده دليل على ان الراجل سابها للمدنيين والجيش شاب مصر للمدنيين. ترتب على كده ايه؟ احنا شعب لسه قدامنا مراحل طويلة على ما نفهم معنى الديمقراطية والحرية، فيجب علينا ان نتمهل مهيلا لكل مرحلة لحدة. احنا بعد فترات 50 سنة اتوقع ممكن يبقى عندينا زي انظمة خارجية زي امريكا ما بتقوم على سيستم ونظام ومؤسسات. عندما نصبح دولة مؤسسات، عشان الشعب يبقى حريص على هذا الكلام، عندما نبقى دولة مؤسسات ممكن واحد ممثل يجي يبقى رئيس الدولة، لأن المؤسسات هي اللي بتشتغل وهي اللي تدير الدولة. تمام. أستاذ يارا، عشان رسائل كتير يا جماعة عاوز أقولها كده بسرعة. وأنا عايز تعليق بعد إذن ساعتك على الأخ اللي عاوز برنامج السيسي، أنا هقول له برنامج السيسي. ده أستاذ منصور الدش عاوز برنامج السيسي، بعد إن شاء الله هيقول عليه دلوقتي. أستاذة أسماء اتفضلي. اتفضلي يا أستاذة أسماء، أهلا بيكي. طيب أستاذة يارا بصوت الفريق السيسي. أستاذ جابر تسلم الأيادي. أحمد سعيد حسن، أستاذ أحمد نفسي أتواصل مع البرنامج. أسماء السيسي. محمد رزق، اسلام سيد، طه السواح، شيماء المصري، ابو ساره، محمد صابر، سيد عصر، السيسي. طبعا اللي انا بقول على الاسماء دول لو حد اسم تاني مش السيسي، او الوليد، استاذ وليد برشوم، لا الاستاذ وليد بيكلمنا عن قطع الكهرباء، ابو علي، محمد درويش، ابراهيم المنسي، سعيد النشار، اسراء، محمد وحيد السيسي، هادي فؤاد السيسي، محمد نصر، حمدين صباحي، احمد مختار مقاطع، حالة السيسي، استاذ احمد من كفر الشيخ. ومعلش ده هيبقى اخر اتصال، معلش انا اسف لان الوقت خدنا. اتفضل استاذ احمد. السلام عليكم. عليك الصلاه وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك. انا حضرتك ان شاء الله مع المشير السيسي، بس انا عندي مشكله عايز اعرضها. اتفضل تحت امرك. الله يخليك. انا من ضمن منقطعين التربيه والتعليم في كفر الشيخ، وزمايلي كلها بتشتغل وانا ما اشتغلتش حضرتك. لا انت انقطعت، كنت على راس العمل ولا انقطعت؟ لا انا كنت منقطع من ضمن المنقطعين مع زمايلي، وقدمنا بعد الثوره ورجعنا، وفي ناس رجعوا للشغل وانا مرجع. ليش؟ معنى انت هم دخلوا وانت ما دخلتش ليه؟ السجلات الملكيه مفقوده من الاداره، والناس مقطوعه من الكمبيوتر، وانا حضرتك ما عنديش دخل ومتجوز رب اسره. حبيبي خلينا نتكلم بس، هم دخلوا وانت ما دخلتش ليه؟ ما انا قدمت حضرتك معاهم واسمي ما نزلش معاهم، قالوا روح تسال في الاداره، قال ده اسمك
وقع من على الكمبيوتر، طب لا وقع من على لا الكمبيوتر. هستسمحك تسيب لي بياناتك بالكامل مع استاذه نور واستاذ حمدي، وهقول لك انا وكيل وزاره التربيه والتعليم في كفر الشيخ هتواصل معاه مع المنشار، وبعدين برنامج السيس مهم لان كتير بيسالوا. اتفضل. انا بس عايز ارد على الاخوه او شريحه من الناس متخوفه من رئيس جمهوريه ذو خلفيه عسكريه. انا بقول وجهه نظري، يعني الرؤساء عبد الناصر والسادات ومبارك هل جم برغبه الشعب ولا اتفرضوا على الشعب؟ ما كانش فيه لا ديمقراطيه، وكانت الديمقراطيه سوريه، والكل يعلم ظروف كل زعيم من دول او كل رئيس جمهوريه جه ازاي، مش برغبه الشعب. متفقين في هذا. بس انا مش المشير السيسي، بس انا عايز اعقب على سعادتك. هقول حاجه، ان عبد الناصر برضو كان في اراده شعبيه من الشعب المصري حواليه، اني يعني حبته والتفت يا فندم. ده لا خلاف في هذا. زعيم عبد الناصر والسادات لما كذلك جه وبقى رئيس جمهوريه قدر يحتوي الشعب برضو ويكسب ثقه الشعب وحب الشعب. والسادات برضو كان نعم له ناس، يعني كان من ضمن ذكائه ودهائه خلى الشعب المصري كله. اللي انا اقصده يا معالي المستشار ان كل واحد فيهم لما جه لمنصب رئيس الجمهوريه ما كانش فيه انتخابات ديمقراطيه حره اتت به برغبه الشعب. أيوة. تمام. لكن هو عمل ايه؟ طبعا كل واحد منهم ليه انجازات وليه مميزات وليه مساوئ، ده اي رئيس جمهوريه كده. فاللي بيخايفين من اللي هو رئيس جمهوريه ذو خلفيه عسكريه، المشير السيسي له خلفيه عسكريه واصبح مدني بعد ما قلع البدله واعلن ترشحه. هو دلوقتي زعيم او رئيس او هينتخب كرئيس مدني. دلوقتي خلفيته العسكريه دي في حاجه لازم تحط في الاعتبار، ايا كانت الخلفيه، هو هيجي رئيس جمهوريه ان شاء الله، وده واضح وده شعور عام ومعظم الناس بتجمع على هذا. رئيس الجمهوريه ده لوحده ايا كانت خلفيته مش هينجح لوحده. نتفق في هذا ولا نتفق؟ مش هينجح لازم. برضو من ضمن المعلومات اللي عندي ان هذا الرجل لما يجي رئيس جمهوريه كل اجهزه الدوله والمؤسسات والوزارات ورجال الاعمال بل وبعض الدول المحيطه في خلال شهور هتنجحه، ويبقى ويمكن الاول سواعد المصريين انها تشتغل، وهو اعلن وقال هذا الكلام. اذا الراجل مش هينجح لوحده، هو مش جاي معاه عصايه سحريه، واحنا في مرحله صعبه والبلد فيها كوارث، لازم كله هيلتف. لا مترتب له، وانا بقول اهو مترتب له من كل الوزارات والمؤسسات والهيئات والدول ان الراجل ده ينجح. تمام. وان الشعب المصري يحس معاه بالتغيير. طبعا باختصار شديد يا جماعه، الجماعه اللي بيسالوا اللي هم بيسالوا على البرنامج مع انتشار طبعا محمد سليم هيقولوا دلوقتي في عجاله، بس الشريف سيف الدين بيقول انا الشريف التوخي برشح السيسي. ايمن نور ابو حمور السيسي ومركز ابو طشت جميعا مع السيسي، دول انا جابر محمد السيسي. اتفضل معانا انتشار البرنامج وبعدين نكمل الرسائل. ده اجتهاد شخصي برضو من البرنامج، هيطلع السيد الرئيس وهو هيشرحه بنفسه. صحيح. بس انا حد معلوماتي ان البرنامج مهتم بالطبقات الاكثر فقرا والاكثر احتياجا والفئات المهمشة في المجتمع المصري. هيكون في قضايا البطالة، قضايا التعليم، قضايا الصحة، هيكون برنامج حقيقي ماس للفقراء والناس الاكثر فقرا واحتياجا، وده تركيزه الشخصي عليه. هو اعلن هذا الكلام فعلا، واخد بال سعادتك، وده ملخص للبرنامج اللي وضعه المشير. هو يعني برنامج يمس المواطن البسيط والفقير. تمام. معنا تشار في حد بعت لي استاذه حياه، لو سمحت يا استاذ احمد انا بنت اخو الشهيد سعد مصطفى، ده شهيد انفجار مديريه امن المنصوره، كانت بتتمنى ان المدرسه تتكتب باسمه، ده اقل حاجه طبعا يا جماعه، بس لحد الان مش عارفين، والمحافظ محافظ الدهليه مش موافق، والله تعبنا ومش عارفين نعمل ايه، وكل البلد يعني الناس كلها موافقه، والوظيفه اللي طلبناها لاخوه علشان يعول الاطفال دوخنا ومفيش فايده. لا لا طبعا، يبقى انا بقول لمحافظ الدقهليه على الهواء، لان انا حضرت محافظ القاهره وحضرت محافظ القليوبيه المهندس محمد عبد الظاهر عين قدامي شقيق احد الشهداء في القليوبيه مركز شبين قناطر، ومحافظ القاهره الدكتور جلال السعيد عين شقيق احد الشهداء، فمحافظ الدقهليه ما يتفلسفش يعني. سياده اللواء عمر الشوادفي، يا سياده اللواء عمر الشوادفي ايه في، يا اما تعالى ده اخو شهيد المفروض تكرمه وكلنا نشيله على راسنا. الناس بعتين رسائل اهو، يعني ده دي نهايه معامله الشهيد يا معامله شر. لا لا لا، عندك شركات كتير وقطاعات كتيره في المحافظه، مش هتقدر اعرض مذكره على رئيس الوزراء ويعينه.
إلا الشهيد. واعتقد الجانب الانساني متوفر قوي عند المهندس ابراهيم محلب، يعني مش في ممكن يعني دي الدنيا ما بيتاخرش في النواحي الانسانيه، شفناها في الشهيد دي حقيقة. محمد سعيد ومراته وكده، يعني الجوانب الانسانيه بتبقى عاليه يعني. طيب هختم باتصال تليفوني استاذ عاطف العبيدي من بطا. اهلا بيك استاذ عاطف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام. ازيك يا احمد؟ اهلا بيك. ازيك يا احمد؟ ربنا يكرمك. ابعد عن التلفزيون يا استاذ عاطف اتفضل. انا بمشي على المستشار مؤمن العقيلي. اهلا بيك حاج عاطف. ازيك؟ ازيك يا معالي الباشا؟ الله يخليك. والمستشار محمد سليم معانا. هم بلديات كتير. محمد سليم وبقول لك يا ريس ما تخافش، احنا كلنا معاك، وانت راجل جريء وانت بتدور على حقنا وحق البلد. ربنا يكرمك يا عاطف. وبعدين وقفتك بالنسبه للكهرباء فاضل برضو شركه الميه سعادتك. ان شاء الله الميه بقى. وش حبك؟ وانت مصير الغلابه، وانا بقول للمستشار مؤمن العقيلي انت منور الدنيا. ربنا يخليك يا حبيبي. وربنا يوفقكم لما فيه الخاص، ومصر محتاجه الرجاله اللي زيكم. صوتك لمين يا استاذ عاطف؟ نعم. صوتك لمين؟ صوتي للسيسي اللي هو انقذ مصر من الدمار. طيب. لان مصر في مرحله انتقاليه صعبه، ومصر محتاجه راجل بطل زعيم قائد عنده وطنيه وعنده حميه. تمام. بشكرك شكرا جزيلا ليك استاذ عاطف العبيدي. طبعا انا معايا رسائل كتير، معلش مش هنلحق يعني ان احنا نقولها الحلقه دي. ان شاء الله لقاء المباشر معاكم على الهواء مباشره يوم السبت اللي جاي، وكل فقره في البرنامج دي هتبقى فقره اساسيه. صوتك لمين؟ بشكر طبعا المستشار محمد سليم البرلماني المعروف وابن اسوان والمحامي بنقد. بشكرك شكرا جزيلا ونورتنا. بشكر ايضا المستشار مؤمن العقيلي المحامي النقد ومستشار بالتحكيم الدولي. بشكرك يا معالي المستشار. طبعا ان شاء الله في لقاء مسجل بكره ويوم الثلاث الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره. حلقه النهارده دي ان شاء الله تعاد بكره الساعه 9 مساء. لكم خالص شكري وتقديري، وان شاء الله التفاعل والتواصل معكم على جروب مجاني على الفيسبوك. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.